أكدت معطيات أولية حصل عليها موقع المغرب سبور أن الوداد الرياضي ما يزال يحاول إقناع فريق حسنية أكادير من أجل التوقيع للمدافع سفيان بوتين خلال ميركاتو الشتوي الحالي، وذلك لتعزيز التركيبة البشرية التي يتوفر عليها الوداد للمنافسة على لقب البطولة الوطنية المغربية للمحترفين ودوري أبطال إفريقيا لهذا العام. وفي مقابل ذلك، نفت مصادر مطلعة لموقع المغرب سبور وجود نية من الوداد الرياضي في ضم لاعب آخر من الحسنية غير البوفتيني، حيث أن المفاوضات بين الطرفين ظلت في سياق ضم مدافع الدولي المغربي البوفتيني وليس مهاجم فريق يوسف الفحلي. وأكدت مصادر نفسها وجود مفاوضات للوداد الرياضي مع الحسنية بشأن البوفتيني، حيث يتشبث الوداد بملف البوفتيني تحسبا لرحيل المدافع الدولي العاجل الشيخ إبراهيم كومار إلى أحد الأندية العربية التي تطلب التوقيع له. تجدر الإشارة إلى أن الوداد الرياضي يعول كثيرا على إنجاز صفقات جديدة من أجل سد الخصاص الذي خلفه رحيل بعض الأسماء الوازنة على غرار إسماعيل حداد. والرحيل المحتمل للمدافع الشيخ إبراهيم كومار الذي بات قريبا من الهلال السوداني في حالة حسم الوداد الرياضي صفقة انتقال المدافع الدولي المغربي البوفتيني.